شوف أفضل كل شيء الوضعية اللي نحن فيها، مش عارف كيف الجيت وين موجود تو. أكيد معناتها اليوم مطالبين بالترشح قبل شيء، إذا كشخص صار ثابت ولا شخص أي آخر، المهم الترجي في المسابقة هذه نتعدى أول شيء للدور الجاي، مهما يكون ما نقولكش مهما يكون، المهم نتعدى للدور الجاي. ليانية هذيك حاجة أخرى، أما قبل كل شيء لازمنا نكون اللاعبين حاضرين 100% غدوة للماتش، خاصة الجماهير اللي تجي صراحة، الناس تستنى الفريق، الفريق أعطيه مؤشرات جيدة. الماتش المستير، الماتش اللي فات في مازامبي كنا الأفضل في فترات كبيرة من الماتش، أعطيهم مؤشرات جيدة. هذا التأكيد كيفاش نأكدوا معكم طالبين أنا نأكدوا اللعب والكرة القصيرة والكرة اللي طلعنا بها في نفس الوقت يلزم النتيجة، معناتها اليوم خذوا الحي النتيجة وفي نفس الوقت طمأنة الجماهير نتاعنا على الفريق مهم جدا. هذا أخطأ على جنب طارق ثابت، لأن احنا نخدمه في خدمة بالتمارين، شفت منها برشا حاجات في الماتش، الملعبية مرتاحة، أنا حتى كنحكي لهم نقول لهم شيخوا باللعب، معناتها البليزير دو جوير، اتمتعوا وأعطوا ما عندكم، راهو احنا ترجي الناتور نتاعنا نتاع اللعب نتاعنا طبيعتنا هي الكرة، أنا التكلاس باش نلعبوا معاه، كيفاش نخرجوا بالكرة، كيفاش نوصلوا بالكرة، هذيك الناتور من العشق الترجي هذيك يديم الفريق، نشدوا الفريق المنافس، نلعبوا، نمشوا لقدام. في نفس الوقت لازم نكونوا محتاطين من فريق منافس خاصه في الليكيليبر ديفونسيف. ان شاء الله قبل كل شيء نترشحوا وبعد طرف ثالث تجي في مرحله ثانيه ترشحوا قبل. شوف نرجع شويه سجست ونرجع نجاوب على السؤال، قالوا نافع الغيث استاذ انطون بالنسبه للجيل بتاع غيث، صراحه كما احنا خلطنا كنا صغار ما تخلطنا على القلب، بن يحيى قال كلمه وقت ربحنا الفينال بتاع الاتوال مازلنا صغار، قال باهي الجيل هذا باش تتعود بالبطولات، كيف ان شاء الله الجيل تاع غيث خاطر جيلنا صغير برشا بصراحه، عندنا 12 و13 لاعب معناتها من بين 20-23 سنه، معناتها مستقبل كبير للترجي، لكن في نفس الوقت ما يستنوش يمر الترجي، يلزم هم يتعودوا بالفينالات والبطولات باش يتعدوا للمرحله اللي عيننا كبيره. بالنسبه للناحيه البدنيه، شوف الحاجه اللي بتخوفش شنو؟ ان احنا مازلنا في اول موسم، مازلنا معناتها حتى البريباراسيون احنا عملناها ما عملناش بريباراسيون، دخلنا طول على البطوله العربيه، نسموا مازلنا ما وصلناش للتوب نتاعنا، لكن في نفس الوقت ما يقلقش انك باش تلعب معناتها الماتشات، يمكن الوحيد ياسين مرياح، لكن ما يقلقش، لان علاش نقول لك؟ خاطر احنا كي نولوا نخدموا في التمارين نتاعنا عندنا نهار راحه وعندنا نهار نرجع فيه وعندنا نهار بيك، نهار نخدموا فيه سبوع عشيه معناتها مازلنا في الوقت هذاك، معناتها الماتش بالنسبه لنا هو البيك، ماتش نهار الخميس هو البيك، معناتها مازلنا بصراحة بدنيا بإذن الله نكونوا جاهزين، خاطر الراحة موجودة كما قال لك توا غيث، الفريق موجود في معسكر في الفندق، الناس كلها عندنا معناتها ملهيين بهم، فما الكيني بتاعنا والطبيب بتاعنا والناس كلهم بصراحة معناتها متواجدين معناتها على ذمة الفريق في أي وقت، معناتها نظن إن الاستشفاء جيد وإن شاء الله نكونوا بدنيا حاضرين غدوة، وخاصة أكثر من بدنيا، لأن حتى كجو عملوا اليوتيوب يا بدنيا يا ذهنيا، زاد نكونوا ذهنيا زاد حاضرين باش نجموا نكملوا بدنيا، فهمت؟ وترجع بالعكس كيف لازم نكونوا بدنيا حاضرين باش الذهن زاد ما يسرحش، نولوا معناتها نكملوا 90 ولا 100 دقيقة، ما تعرف ما عادش 90 دقيقة تو تنجم توصل 100 دقيقة، إن شاء الله المفيد نخرجوا في النهاية بانتصار، يرضينا احنا كإطار فني وكإدارة وكلاعبين، ويرضي الجماهير بتاعنا خاصة في طمانتهم على مستوى الفريق في المباريات المستقبليه ان شاء الله. Before we close, please, official training of Esperance at 5 o'clock. We have 15 minutes for media. At 4:45, we have a mixed zone and some players available for media in 5 o'clock.